تتكرر في الصيف بشكل أساسي مع زيادة الضغوط على شبكة الكهرباء واضطرار وزارة البترول إلى توجيه جزء من الغاز الموجه لهذه المصانع إلى شركات إلى الكهرباء، وبالتالي يؤثر بصورة كبيرة بالطبع على الإنتاج. ولكن حتى الآن ما أعلنت عنه هذه الشركات أن هذا الوقف لمدة 24 ساعة، ولكن أكدت في البيان أنه مبدئيا وبالتالي هو قابل للزيادة. الشركات لم توضح تأثير ذلك على الإنتاج، إذا كان لمدة يوم واحد بالطبع لن يكون له تأثير كبير، ولكن اعتدنا في مثل هذا التوقيت على تراجع كميات الغاز الموجهة لشركات الأسمدة، وبالطبع سيؤثر بصورة بشكل أو بآخر على الإنتاج، وبالتالي سيؤثر على البورصة. هذا القطاع من أهم القطاعات التي عليه تداول كبير، وساهم بصورة كبيرة في الارتفاعات التي وصلت إليها البورصة عندما وصل المؤشر إلى مستويات 35 ألف نقطة، نتيجة لأنها شركات تصدير ولديها إيرادات دولارية.